قال الضيف الشرشوح بياكل وبيروح. لا شو هالحكي، خدي راحتك. يلا بوصلك بطريقي. شكرا بس ما بدي اعذبك معي. انا بوصلك، ما بدنا نعذبك عمو. ما في عذاب ولا شيء، انتو ليش هيك عم تحكوا؟ انا بوصلها حتى اكسب معها وقت زياده. ماشي، غلطنا ومنك السماح. الله معكم. يلا نحن ماشيين. شكرا كثير، باي. الله معكم حبيباتي. شو رأيك تبقى شوي معي؟ طبعا طبعا. فينا نروح مشوار؟ تكرم عيونك. حسن يلا افتح شان الله خلصنا بقى. ان شاء الله بخلص منك. افتح يلا قوام سخي. يلا يلا، يلا يلا اعلى يلا اعلى يلا اعلى اعلى. حسن امك تعبانه كثير، افتح الباب. سدي حلقك سدي حلقك يلا، والله بعرف عمرك. Guten Abend. Guten Abend. Herr Hasan Dogan Türk? Ja. Gegen Sie wurde eine Anzeige erhoben. Ihre Frau hat bei ihren Nachbarn um Hilfe gebeten. Wie bitte? Bitte! Ja, bitte! الصبح بس ارجع، استني شو رح ساوي فيكي. فشلت. دانكيو شان دانكيو شان. بيتر شان يلا عجلي عجلي اتصلي، والله تربطت ايدي. ما كنا نخلص؟ أنا جاي عم دور على رفيقي هون. ما عم يرد. طولي بالك سهيلة، استني شوي. يا رب دخيلك يا رب. مو هذا اللي كان بالمشكلة؟ شو عم يساوي هون؟ قلعوا لبرا يلا. طول بالك، هذا ما لازم يفوت لهون. مين هاد؟ هاد اللي كان مع زاهر هداك اليوم. عن إذنك يوسف تعال نحكي شوي. اسمع أنا ماني جاي أعمل مشكلة، لا تواخذني، أنا جاي أعتذر على الشيء اللي صار هديك الليلة. تفضل تعال اقعد. تعرفي عجبني، شايفي حطيتي عينك عليه. شفتوا لزاهر؟ من بعد هديك الليلة ما عاد شفته. أكيد هنن مالهم عين يحكوا معك. قلي الحقيقة، سلاح مصطفى وينه؟ أنا ما شفته. هدول راح يضيعوا ويضيعوك معهم. قديش صار لك باسطنبول عم تبني حياتك؟ إذا بتلحقهم راح يضيعوك بليلة ما فيها ضوء. ما دخلني فيهم، ما عم فهم شو عم تقول. ماشي أنا رح فهمك القصة، أنا جاي أحمي أختي وأنت دير بالك، إذا دقولك بتخبرني فورا أو بخبر الشرطة. دير بالك. طيب اتفقنا، أعطيني رقمك نبقى على اتصال. نسيان موبايل، يلا بسجلوا على المحرم. لو سمحت تعطيني ألام؟ تفضل. رح رنلك لتحفظ رقم.
رن. حرم، أنا ما بدي أكون تنازل، بدي القصة تخلص أخير. فهمت عليك. ليكي رايح؟ استنى ليكي. لحظة شوي. خير؟ قل له لزاهر أغراضه ضلت عندي، الجواز والتياب، بلكي بيجي بياخدهم. بدون الجواز ما في أعمل شيء. طيب ماشي، أنا باخدهم. البيت قريب، امشي معي. ماشي. دقيقة وراجعين. مرحبا. أهلين. رح أعطي غراض زاهر. طيب تفضلوا. رح شوفك.